الشهداء شموعاً ينوني ضربنا لا يموتون. شهيد نامرن شهيد نامرن. المجلس العسكري في عيادة الحسكة وباسم جميع القوات العسكرية قصد يبجى واجب الدفاع الذاتي. بداية ننحني أجلالاً وأكراماً أمام عظمة جميع الشهداء الحرية والكرامة وجميع شهداء أخوة الشعوب الذين توحدت صفوفنا بفضل دمائهم الطاهرة، وخاصة أمام عظمة الشهيد بردي عبد الكريم الفارس. أنتم من تكرم من تملكون الشرف الأكبر، وأنتم من تملكون أعلى درجة من الكرامة. إن كل شيء في الحياة له بدل، وكل شيء في الحياة له ثمن، فثمن الحرية والكرامة هو الشهادة، والشهادة شرف لكل إنسان شريف. مجلس عوائل الشهداء ننحني أمام عظمة الشهداء الذين منحونا شرف الاقتداء بهم وأعطونا الحياة الحرة. لكل شخص منا يتمنى أن يكون شهيدا. الشهداء قدر وخيار، كل من يختار لباس الزي العسكري فهو مشروع شهادة، وهي أسمى مراتب الجهاد. يضحي بالروح بالنفس ويختار أن يفارق الأهل والأحبة، وهذا يتطلب شجاعة كبيرة لا يملكها أي شخص. الشهداء دروع الوطن، هم الذين لا ينتظرون مقابل بل يطلبون المجد والخلود الأبدي. الشهداء أحياء في ضميرنا لا يموتون. شهيدنا